في معركة الخير ضد الشر سبايدر مان دايما بيكسب، بس الكلام ده في نيويورك. يا ترى سبايدر مان هيقدر يتعامل مع المشاكل اللي بتواجه المصريين؟ صور سبايدر مان في شوارع القاهرة ابتدت تظهر على فيسبوك، وناس كتيرة بتسأل هو بيعمل ايه في مصر؟ حسام عاطف بيشتغل مصور محترف وهو اللي طلع بالفكرة. فكنا قاعدين انا واصحابي بنهزر، فبقول لهم تخيلوا لو سبايدر مان جه هنا، يعني ده اكتر واحد في الاكسبو هنا مش هيعرف يعيش برضه من الزحمه، واللي كل واحد مش في حاله وكل واحد في حال التاني. بحاول اظهر عيوب مصر بطريقه بلاك كوميدي، زي المترو ده بيبقى عباره عن خلاط يعني، والعيش والزحمه والحر والمدارس، خروج المدارس دي العيال كلها بتبقى عاملة زي النمل، والنور اللي بيقطع كتير سواء والبلطجية. كان في ترحيب كبير وساخر في نفس الوقت بوصول سبايدر مان لمصر، وفي ناس لقيتها فرصة للتريقة على الأوضاع الصعبة. حسام وصحابه شغالين على فيلم عن تجارب سبايدر مان في شوارع القاهرة، وحينزلوه على يوتيوب قريباً. طيب اشمعنى سبايدر مان؟ وباتمان ما عدتش الاقي البدله بصراحه.